وشكري الحنفوش من السعودية هو الحكم الرابع لهذا اللقاء. شهد احتفالية تاريخية استثنائية في قطر لكأس عالم استثنائي، أيضا كأس خليج تبدو أنها ستكون استثنائية بالفعل بعد غياب تعود إلى الوطن الذي احتضن به العناب اللي شاركوا في كأس العالم الأخيرة. ترجع وراء على طول إلى حارس المرمى مشعل برشم، شارك أيضا في كأس العالم الأخيرة مع العنابي. أقصى اليمين هنشوف ابن منصور مفتاح النهاردة، ونستمتع بالذكريات الجميلة للأب وتاريخه الجميل من خلال الابن تميم منصور مفتاح. ناحية التانية عندنا إبراهيم كميل اللي عمه الغزال والفهد الأسمر الجميل فتحي كميل نجم الكويت في الزمن الجميل، ووالده أيضا هو نجم منتخب لحسن حمدان مع العنابي. قلب خط الظهر مهدي دشتي لاعب وسط بيتم استخدامه كباك يمين، وضربة حرة وفاول لصالح رقم 8 أحمد الصفيري. أحمد بيلعب في الكويت الكويتي، ونادي الكويت الحقيقة شد حيله قوي قوي السنين اللي فاتوا وحصل القادسية السنة اللي فاتت، هو حامل اللقب. كرة طويلة أمامية عالية فوق، أحمد علاء راس الحربة بيشارك دايما في الكرات العالية. نص الملعب على طول عبد الله الفهد لعيب كويس، عبد الله تروح عند الفنيني، الفنيني كمان لعيب من اللعيبه اللي بتحط الكره تحت رجليها كويس قوي الفنيني. في معانا برضه سلطان العنزي مش غريب على الكره القطريه ولا اللاعبين القطريين. سلامات يا تميم. تميم منصور لابس رقم 9 كان الرقم 15 للاب ايضا منصور مفتاح اللي بيعتبر هداف من الهدافين التاريخيين للبطوله بشكل عام ولمنتخب قطر التاريخي، هداف كأس الخليج على مر الأزمنة وعلى مدار التاريخ كله منذ عام الكبير. خلاص ولا يهمك عادي جدا. جاسم جابر مشروع لعيب كبير لمستقبل الكرة القطرية كمدافع متنوع الحقيقة البوزيشن ومتنوع الإمكانات والمهارات. النادي العربي يعتلي صدارة الدوري حاليا في قطر، ونادي الكويت يعتلي صدارة الدوري في الكويت. هذه الضربة الركنية عالية فوق مشعل برشم، بوكس ضعيف جدا جدا، يطلع تاني من جديد، هو تصويبه يضغط الأزرق بقوة ولكن العنابي يتصدى. همام الأمين، همام الأمين وبروح عالية الحقيقة. خالد إبراهيم المدافع اللي كان متقدم في الكرة الثابتة يطلع بره رمي التماس. مدرب العنابي برونو بينيرو بعد فيليكس سانشيز، والحقيقه انصافا وللحق لازم نقول لسانشيز الى رميه التماس. بدا المنتخب الكويتي في الاربع خمس دقائق اللي فاتوا يكون هو الاكثر استحواذ وسيطره. هنا البوكس ما كانش كويس، ما خدش الكره من تحت، خدها من بره فقلشت وراحت نازله لكن عدت على خير. حكم الصيني مانينج طويله اماميه على طول، عاصم مادبو لاعب الوسط المدافع القوي هو اللي بيضغط، ده هو اللي بيضغط. عاصم يرتكب خطا، قم بسرعه وامشي بسرعه يا عاصم. كويس الاعتذار جميل، بيعتذر لمين؟ بيعتذر لسلطان العنزي اللي لعب ضده هنا في قطر، لان سلطان لاعب العربي حاليا لعب في الخور ولعب في الوكره في دوري نجوم قطر، لعيب كويس. ولا هيضطروا يلعبوا الكرات الطويله زي كده؟ اهو اضطر يلعب كده ليه؟ لان العنابي واقف صح ونص الملعب مش قادر يستلم تحت ضغط. صفارة وفاول على علي أسد، بيعتذر علي برضو لسلطان العنزي، 30 سنة سلطان. تكرار الاحتكاك بيه والوقوع على الأرض هيهمده لو ما عندوش تحمل قوة كويس. طويلة أمامية لسه كرة في الملعب، مهارة حلوة الجميلة بتلعب دور. يا ولد لعيب، يا ولد لعيب. عيد الرشيدي حافظ على كرته كويس، عيد جات له المساندة الجميلة، برافو عمرو سراج. عيد الرشيدي بيضغط تاني إلى همام. شوف حماس الشباب، شوف حماس الشباب والرغبة، وهي دي كأس الخليج. أوف سايد ولا إيه؟ أوف سايد ولا إيه؟ الحكم قال العب تاني على طول تعود. يا ولد لعيب شالها شيل، عايزين لمسة يد، الحكم يقول العب، تطلع بره رمي التماس. حماس جماهيري كبير جدا جدا جدا، جماهير العراق وجماهير الخليج كله سعداء الحقيقه بالبطوله في البصره. 79 كانت البطوله موجوده في العراق وفاز بها المنتخب العراقي. اوهو لمسه يد، كويس انها مش جوه منطقه الجزاء، كانت هتبقى ضربه جزاء. خلي بالك لو جوه تتحسب ضربه جزاء. عيد الرشيدي لاعب القادسيه، لعيب الموهوب الحريف الاشول، لاعب رقم 15 في صفوف العنابي. عميقة
تحت الضغط. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد يا همام. الى علي اسد، الى همام، اهلا وعدت تاني من جديد. يو لا 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 لا. عملوها الصغار، عملوها الصغار، وبدري بدري بدري بقوا من الكبار. يتقدم عمرو سراج باول اهداف 18 هدف. العنابي تمركز كويس، تماسك هيكون كويس. يا ولد يا ولد، بقول لكم لعيب 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 لعيب. زياده شويه الكلام ده يا ابني، زياده علينا الكلام ده شويه. استنى شويه، استنى سنه سنتين واعمل فينا الكلام ده. يا حبيب يا حبيب المهارات يا جماعه. بقول لكم بشكل عام، ده محمد وعد برضو كان موجود في كاس العالم مع العنابي، لكن لازال محمد وعد عنده 22 سنه 23 سنه. الاولاد دول كلهم يا جماعه متربيين في اسباير. اسباير اتعلموا فيها الاساسيات والاسس، الاساسيات والبيزك بتاع كره القدم من ناحيه، ومع العامل البدني وتطوره بيتم التطور وذكاء اللاعب مع موهبته مع كل الكلام دون. المفروض حصل اللي حصل، وقطر خادت. اوهو خطر كبيره، قطر خدت كاس امم اسيا عن جداره. ادي الطويله الاماميه على طول، احمد علاء وعمرو سراج صاحب الهدف. ادي القصير المكير، ادي الاسمراني. اه يا اسمراني، ناوي على ايه تاني؟ ولا تاني على طول عمرو سراج صاحب الهدف الجميل على طول الى مدبو اللي عامل دور كبير جدا جدا جدا. مدبو يا جماعه لاعب خط الوسط في العنابي، اللاعب رقم 23، عامل دور وساتر دفاعي محترم. فاول لصالح الازرق الكويتي. قلت لحضراتكم اخر مواجهه في كاس الخليج فازت الكويت، قبلها في ثلاث كؤوس خليج اتواجهوا ثلاث مرات فازت قطر على الكويت في الثلاث مرات، ولكن في اول خمس مواجهات تاريخيا في كاس الخليج فازت الكويت على قطر في المرات الخمسه. لكن قطر من خليج سته فازت 2-1، خليج سبعه فازت 2-1، لكن اول خمس بطولات كاس خليج فازت الكويت على قطر في ذلك الوقت، وقت العمالقه. ادي ضربه الراس والكره العاليه فوق، منتخب الكويت يضغط ومنطقه الجزاء. تاني على طول الناحيه العكسيه، خطر العكسيه خطر. اهو حظك حلو يا مشعل، برافو مشعل برشم، كان لازم يمسك كان لازم يمسك، لكن حظه حلو ان خط ظهره متمركز كويس. طبعا طبعا لكرة القدم الكويتية، لكرة القدم القطرية. فالحديث يأتي عن الهداف التاريخي للكويت، هو بشار عبد الله، أحد النجوم الكبار وأحد نجوم المجلس مع خالد جاسم، واحد اللاعبين اللي بيمتازوا بالخلق العظيم والتهديف التاريخي. يا سلام يا علي أسد، يا سلام يا علي. لا 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 لا، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء ولا إيه؟ لكن شوف الضغط، شوف ضغط العنابي، شوف ضغط العنابي، ومعانا الفار، معانا الفار، ضغط قوي في اللعبة الأخيرة. فرصة هدف تاني للعنابي، محاولة المنتخب الكويتي إثناء الحكم عن فكرة ضربة الجزاء، لكن يبدو أن هناك تلامس، ما أقدرش أجزم أبدا، ما أقدرش أجزم. يا سلام على علي أسد وعظمته، وادي التصويبة الجميلة الجميلة، مش باينة، كل ده مش باينة لسه. شوف الباص الجميل، شوف الباص المتشفر، باص متشفر وجميل. هل حدث تلامس؟ هل حدث عرقله؟ الوقوع جه متاخر شويه ولا ايه؟ هو في تلامس، في تلامس، في تلامس، في تلامس حصل من مدافع المنتخب الكويتي لاقدام المهاجم القطري، والكره كانت لسه في الملعب، الكره ما كانتش خرجت لسه بره خط المرمى، لان اللي حصل ده لو حصل والكره كانت عدت خط المرمى بقدر هيئتها مهما كانت ما تحسبش ضربة جزاء. اهو التلاحم تم، احمد علاء كان عايز يكمل لقى نفسه مش هيقدر فاكمل السقوط. اهو كان عنده نية انه يكمل احمد علاء، وادي قفل عليه مشاري غنام، واحمد علاء الحقيقة اتزحلق. اه يبدو ان الزحلقة دي اكيد بسبب مشكلة ولا حاجة، الحكم يبدو ان هو بيقول الامور طبيعية ولا ايه، هنشوف ندي القرار ايه. ضربة جزاء، إذن ضربة جزاء لصالح المنتخب القطري. حكم اللقاء الحكم الصيني مانينج، حكم اللي كان حكم رابع في كأس العالم لست مباريات، منهم مباراة فوز هولندا على قطر بنتيجة 2-0. إذن فعلا ضربة جزاء هيلعبها أحمد علاء،
اجتهد جدا فيها احمد، وضربة جزاء كانت واضح التلامس الحقيقة، والكرة كانت لسه جوه الملعب ما خرجتش من خط المرمى، وبالتالي حكم اللقاء الصيني قرار بضربة جزاء. 137 هدف للعنابي بالهدف اللي سجله عمرو سراج، لو سجل الآن يبقى 138 هدف تاريخيا في المباراة رقم 113 للعنابي على مر التاريخ. نعم، تعادل وحيد ما بين المنتخبين، 6 انتصارات لقطر تاريخيا، هل يكون الانتصار السابع؟ أحمد علاء يا ولد عنابي، عنابي يا عنابي يا عنابي، العنابي يتألق ويبدع ويمتع ويقنع الصغار في توب الكبار. العنابي المدرب المصري اللي استضفناه قطعا من سنوات قليلة في المجلس، وكان حاضر أيضا في كأس الخليج في الكويت، توفى رحمة الله عليه الدكتور طه التوخي الموسم الماضي، وكان هو أول مدرب يقود الأزرق الكويتي إلى كأس الخليج رحمة الله عليه. كان رجل ونعم الأخلاق والعلم والسيرة الطيبة الجميلة. منصور لازم يضغط لجوه شوية، تميم منصور لازم يعمل اللي بيعمله عمرو سراج، يدخل منطقة الجزاء أكتر. عمرو سراج ذكي جدا بيدخل منطقة الجزاء رغم أنه أصلا بيلعب جناح يمين، لكن الولد هو ناحية شمال واخد تعليمات بينفذها كويس أوي أوي أوي. وعلي أسد قايم بدور المايسترو، خرجش بره المنهج، وأنت عارف المنهج البسيط السهل المضمون، مش كده ولا إيه؟ انطلاق، لكن فاول على علي اسد. برافو العنابي، بيقدم مباراه كبيره الحقيقه، وخلينا نقول ان التنظيم كويس. 24 ان شاء الله، كذلك كاس اسيا ان شاء الله تكون هنا في الدوحه. ادي انطلاقه تاني من جديد، اعتقد المكسب كبير من المشاركه بهذا الشكل. كنا نتمنى المنتخب الاول بكامل قواه وقوامه بعد كاس العالم، لكن مش مدين لا زمن ولا مساحة، لا زمن ولا مساحة. تاني على طول، ادي التقدم عدى براحته، خطر جدا خطر جدا، يا ولد يا ولد يا ولد، خلص. لكن صفرت النهاية، نهاية احداث الشوط الاول، نهاية مثالية للعنابي. 2-0، هدف لعمرو سراج وهدف اخر من ضربة جزاء لاحمد علاء، على حساب من؟ على حساب زعيم البطولة تاريخيا على الأزرق الكويتي. شوط للعنابي لعبا ونتيجة، حاول الأزرق ولكن اصطدم بعنابي صغير ببسط. 2-0 للعنابي، تقدم منتخب قطر بهدفين مقابل لا شيء على الأزرق الكويتي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية. نفس المجموعة، العنابي هيلعب مع البحرين والكويت هتلعب مع الإمارات. يتقدم الأزرق الكويتي، أكيد عايزين يعوضوا فرق الهدفين. وعد، يضغط المنتخب الكويتي وياخد الكرة بسرعة. أوهو، خطأ كبير، خطأ كبير، لكن أوفسايد، لكن أوفسايد، خطأ كبير. اللعبة اللي فاتت لكن طلعت من البداية فيها فعلا تسلل، فعلا تسلل. ضربة حرة غير مباشرة لصال الوسط الأشول الجميل، كان حاجة من الحاجات الجميلة بدر حجي. أدي الضغط تاني على طول، همام بذكاء ياخد رمي التماس لصالح العنابي. 2-0، قلت لحضراتكم النتيجة دي حصلت مرة واحدة بس قبل كده في خليج 17 بهدفي سيد بشير وناصر كميل من ضربة الجزاء، لكن 2-1 هي اللي حصلت قبل كده 3 مرات. انطلاقة، تميم منصور، تميم منصور إلى إسماعيل لأحمد علاء، هيعمل بالعرض أحمد منه من جديد، يا ولد يصوب، لكن خالد إبراهيم، خالد إبراهيم عامل حائط صد كويس. بتلعب في 180 درجة، وده اللي عمله الجناح العكسي عمرو سراج، دخل في العمق قدر يصوب سجل هدف وضاع منه هدف. أدي انطلاقة تاني، تاني على طول أحمد علاء بيكافح كفاح كبير، أحمد علاء الحقيقة في الخط الأمامي. وادي المرة دي علي أسد اللي قايم بدور مهم جدا 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 في نص الملعب. أحيانا علي أسد بيحسب نفسه على نص الملعب اللي متأخر، وبيرجع في خط أفقي مع عاصم مدبو ومع محمد وعد،
مدبه متأخر عنهم شوية صحيح، لكن بيبقوا ثلاثة، وأوقات يطلع لفوق وتتحول لأربعة اثنين ثلاثة واحد، يبقى على خط أفقي مع تميم منصور مفتاح وعمر سراج، ورأس الحربة يبقى أحمد علاء. فعلي أسد عامل دور مهم جدا جدا في عملية التنظيم واستخدام الخطة المناسبة. ضربة حرة، واقف المنتخب الكويتي على خط واحد ومع المنتخب القطري، لو اتعملت في مساحة كويسة. 13 لاعب كانوا ضمن تشكيلة العنابي في كأس العالم. ادي الباص الخطير احمد علاء، عرفش عملها لمين، كان لازم يعملها لنفسه احمد، كان لازم تعملها لنفسك يا ابو حميد، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن اجتهاد وعظم، عظمة بيقدمها العنابي. سلامات، احتكاك في رجله من الخلف للجناح الحريف مبارك لفنيني، برافو اسماعيل محمد. الحكم الصيني جميل يعني، راح لقى الدنيا حلوة واللعيبة روحها حلوة، قال له خلاص، بل ضحك كمان معاه، الدنيا بسيطة وحلوة، حكام طيبين. الجانب البدني كويس، متماسكين يعني، خلي بالك من العمق، خلي بالك من ضرب الاوفسايد، عدى فعلا وصوب لكن بعيد، خلي بالك من دي. طارق سلمان بيقول للحكم المساعد اوفسايد ولا ايه؟ عيد الرشيدي لاعب القادسية الكويتي، عيد بيرامار البرتغالي سابقا، قلت لحضراتكم مدرب منتخب 19 سنة ومنتخب 17 سنة للمنتخب البرتغالي. ادي الانطلاقة تاني، فاول وانذار، لا الحكم برضو طيب، منع يعني هجمة واعدة مؤثرة بهذا الشكل، دي مش انذار يا رجل، ده انذار مع سبق الاصرار والترصد. لكن هم الحكام الصينيين واليابانيين، شوف الباص العميق ما فهموش، هو بص يمين وعملها شمال، بلاش الحاجات دي يا ولدي وانت مدافع، لما تلعب في نص ملعب وبعملها. ادي الباص الامامي على طول، فارق السرعه، فارق السرعه، استلام تحت ضغط بشكل كويس، عيد الرشيدي يا ولدي، عيد، لا 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 لا، خطيره 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 خطيره، والله كان ممكن، والله كان ممكن وكان قادر ويعملها، كان قادر ويعملها، لكن ضاعت، هربت، راحت لتضيع فرصة تقليص الفارق على المنتخب الكويتي. وكان في لمسة يد، كان في لمسة يد، شبيب الخالدي الفرصة اللي ضاعت، واحد من البدلاء اللي تم الدفع بيهم الحقيقة مع المنتخب الكويتي. شبيب لعيب كويس، شبيب بيلعب في كازما، نشوف. ادي الباص الامامي على المساحة، لكن قافلين كويس برضو، مأمنين نفسهم المرة دي. سليمان عبد الغفور، تروح تاني ليه المنتخب الكويتي، ضغط في نص ملعب العنابي، يا سلام. حتى لو انت فضلت تضغط وكل ضغطه بفاول ما بيجيبش انذار ولا اصابه، اعمل اوكي اوكي، يبقى ذكاء كبير وتحرك كويس. طبعا حريف اللعيب الموهوب تاني على طول لهمام، بص في الصوره، 2-4-5 جوه منطقه الجزاء، اي شجاعه، اي شجاعه لهؤلاء الصغار. طبعا مش كلهم صغار، عشان كلمه الصغار دي ما تتكررش كتير، يعني معناها ان ده فريق الشباب، لا فيهم الكبار لكن فيهم الصغار. وادي انذار لهمام، حكم الصيني بقى قال لك خلاص، مفيش هزار ولا في عتاب شفوي، في انذار لهمام الامين. التحام بدني قوي في اللعبة اللي فاتت. شبيب لاعب كازما ولاعب الساحل السابق أزرق، ما تفتش ليه منتخب الكويت مش كويس؟ ليه منتخب الكويت خسران 2؟ الفريق بطيء في التحول من الدفاع للهجوم. أدي الباص الجميل يا ولد يا وعد، محمد وعد، برافو، جوكر العنابي للكبار وللشباب. تاني على طول، خلي بالك يا سمح، أنت الخبرة الكبيرة، فاول فاول على سلطان العنزي، لكن الروح حلوة والأخلاق جميلة، وكل اللاعبين عارفين
اني مهما كان التنافس كبير وشديد لكن في حدود للتعامل جوه الملعب، ودي من الحاجات المحترمه الحقيقه اللي احنا بنشكر كل اللاعبين عليها. هناك تمرير بعض الرسائل من خلال مباريات كره القدم للكل، العلاقه الحلوه، العلاقه المحترمه. جاسم عملها متدلعه شويه، متدلعه شويه، العب المضمونه شويه، العب المضمونه شويه، ادي فرصه اوف سايد ولا ايه؟ اوف سايد ولا ايه؟ يلعب تاني، عدي تاني، مر تاني، ولكن الى ضربه المرمى. الى ضربه المرمى، لو فيها شك اوف سايد طبيعي ان الحكم يستنى شويه. لو فيها شك، ادي المرور كان مبارك الفنيني، لعيب الحريف والموهوب، عدى وراوغ بشكل كويس، وجاسم خايف من ضربه الجزاء عشان كده كان حنين عليها شويه. خلينا اقول برافو لحارس المرمى مشعل برشم، لان لولا خروجه كانت مساحه الملعب هتبقى اكبر امام مباراه. الثاني افضل من الشوط الاول، ايجابي اكتر، بيروح للمرمى بسرعه اكتر، بياخد الكوره بسرعه اكتر. وادي حسن حمدان، تعليمات من المدرب بره للاعبه رايح المساعد، يقول له مش وقته ومش مكانه. محمد وعد بيقول للحكم المساعد بلاش انت، بلاش يا محمد، اوعى تعمل عداوه مع حكم او مساعد او حكم رابع، او ما تعملش معاه عداوه. حتى الاشاره وانت بتشاور له ما تخلوش يحس ان انت يعني مش مقدره قوي، خليك ذكي يا ولد، يعني انت مش هتضحك عليه بس خليك بسيط بالعادي جدا جدا. حتى لو عمل حاجه مش عاجباك ما تبديش استياءك منها. عندهم استثاره، نازلين بكامل الجاهزيه، ادي العاليه فوق، برافو اسماعيل محمد، برافو يا ابو السباع، برافو يا ابو السباع، برافو يا سمعه. تاني عاليه فوق، جاسم عاليه فوق، ضربه الراس، همام بذكاء ما رضيش يلعب بدماغه، لعب بالرجل. علي اسد العقل زينه يا ابني، العقل زينه يا ابني، الله فرحت واقفه بتسمع الكلام بتحبه. اي والله بتحبه. انذار لعبد الله فهد، عبد الله الفهد لاعب المنتخب الكويتي، لكن شفنا علي اسد ومهارته وقيمته الكبيره، رغم انه ما سجلش لكن ممكن ياخد احسن لاعب في المباراه الحقيقه، لانه دوره على المباراه. يبدا على الارض على طول الى جاسم، ليس تقليلا من اي لعيب هينزل، بس الحاله اللي كان عليها علي اسد يعني كان لازم يستنى، كان لازم يستنى. يا ولد يا سمعه، يا ولد يا سمعه، بدون تهور عمل مكاتفه قويه جدا جدا، ولكن بدون تهور على محمد الشمري، بيلعب ناحيه الشمال بدلا من مبارك الفنيني. ادي اسماعيل ضم كويس وقفل كويس، والله كويس يا سمعه. ليه؟ سراج عاصم مدبه، يا سلام يا عاصم، يا سلام يا عاصم، يا سلام على النطق الجميل. وادي الانطلاق الحلو، تاني على طول مصطفى مشعل، عدى الولد بشكل جميل، تاني على طول الناحيه العكسيه، لسه الكره في الملعب الثالث ولا ايه؟ يا عمرو يا عمرو يا عمرو يا عمرو، لكن اوف سايد، اوف سايد، تسلل اللعبه الاخيره على المنتخب القطري. يوسف عبد الرزاق البديل اللي لسه نازل، ونقطه لكل من العراق وعمان، ولا نقطة لمنتخب اليمن. ادي الباص الامامي، خرج علي اسد زي ما قلت لحضراتكم، ادي على طول الباص العميق، اوهو خلي بالك خلي بالك، جاسم جابر، والحكم يدي فاول لصالح الازرق الكويتي. الحقيقة اللي يبص لتاريخ الكويت وبعدين يبص على اي مباراة نزل لها اي فريق باي لعيبة، تشعر بالشفقة على لعيبة منتخب الكويت اللي هتلعب لمنتخب عنده كل هذا الإرث من العظمة والتاريخ الكبير. أدي الانطلاقة، لعبة كانت خطر جدا، كانوا سايبينه لوحده الحقيقة، واتعملت بذكاء، لكن الحكم لازم يدي الإشارة. من شروط الضربات الحرة من مكان حدوث الخطأ وبإذن من الحكم، وتصبح الكرة في اللعب بمجرد تحركها المباشرة يجوز إحراز هدف مباشر. بدر المطوع كان ممكن ولو 25 30 دقيقة، والبعض قال خلاص كفاية كده على النجم الكبير، واحد من النجوم الكبار. لمسة يد دي ولا ايه؟ حكم في الوقت المناسب، همام، همام الأمين في الوقت المناسب بأداء رائع الحقيقة ينقذ الموقف. المنتخب الكويتي يحاول ويجتهد ويكافح على أمل، ولكن الأمامية من جديد. استلام بحركه،
اسماعيل يا ولد يا ولد يا ولد، هيضطر يرجع تاني، يجي تاني ناحيه اليمين. يوسف عبد الرزاق لعيب كويس، حط جسمه كويس، حكم يقول فاول، فاول بالفعل. هو الولد لعيب، ابتسامه حلوه وجميله بس بدون مبالغه عشان ما تتفهمش غلط. اوعى اوعى وانت بتبتسم لزميلك يكون في مبالغه في الابتسامه توتر المنافس اللي قدامك او يعتقد ان كاس العالم وقدمنا التنظيم المثالي العالمي ده. احنا برضو عندنا كره حلوه فعلا، احنا ابطال اسيا، احنا شاركنا في بطولات كتير، في كوبا امريكا، في الكونكاكاف، تصفيات اوروبا والى كاس عالم، احنا امكانياتنا كبيره بالفعل. ونعد الجميع جماهير قطر وكل محب للعنابي أن العنابي سيعود في أقرب وقت لحالته الطبيعية. هي رسالة تقدم الآن من خلال هذا اللقاء وهذه النتيجة أمام منتخب محترم هو المنتخب الكويتي. أدي الكرة الأمامية على طول، فرصة قد تكون هدف أول، ولكن في الوقت المناسب إنقاذ. المنتخب الكويتي لم يستسلم، الأزرق لم يتراجع بل يضغط حتى الوقت بدل الضائع. 3 دقائق وقت بدل ضائع، بنلعب في الدقيقة الثانية منه، في الدقيقة الثانية منه. الفوز السابع لقطر على الكويت تاريخيا يبدو أنه في الطريق. والحكم الصيني مانينج اللي كان موجود في كأس العالم اللي كانت هنا في قطر موجود، بمنتهى الحزم بيطلب من اللاعبين كل الالتزام بمكانه. عايزها ضربة جزاء في مع الفار. هل حدث التلاحم؟ حكم قال يلعب، ما فيش ديب بعد الكويت في الدوري. بينما القادسية تراجع للمركز الخامس ب 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر. اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، آخر الثواني، انتصار تاريخي سيكون جديد للعنابي. يا ولد يا يوسف، وقف واستنى واتأنى، تاني من جديد يقف يا حبيبي يا جماله يا جماله، هيعدي هيفوت هيباص لها الشوط، تعود من تاني للمعلم، المعلم خالد منير إلى عاصم مدبه. ولكن صافرة النهاية، ويا لها من نهاية، الصغار في ثوب الكبار، العناب الصغير فجأة أصبح كبير بأداء راقي وعظيم، يتفوق على الأزرق الكويتي 2-0 ويحصد أول 3 نقاط في خليج 25 في البصرة. هنا في العراق عرف المنتخب القطري الطريق للفوز على الكويت للمرة 7 في تاريخه. هنا من